عسلمة، مرحبا بكم في داري، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نقدم لكم اكله طلبوها مني اصحابي اللي في اليوتيوب، يقولوا لي يحبوا على الخبز المبسس نتاعنا التونسي، نطيبوه برشا في شهر سيدي رمضان، ان شاء الله مبروك علينا. باش نوريكم اليوم الوصفه، كان عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب، وكان انت اول مره تزور قناتي ما تنسيش الاشتراك فيها. نبداو على بركه الله وبسم الله. نحضروا الخبز المبسس نتاعنا لليوم، ساهل وما في حتى شيء، اهم حاجه انه بنين برشا. نبداو مع بعضنا نحضروا المقادير. عندي لهنا 250 غرام سميد ارتب، عليهم 250 غرام فرينة، ساشي كابله خميره فوريه ما يعادل مغرفه كبيره نتاع ماكله. باش نحضروا شطر كاس زيت، يعني باش نستعمل اليوم زيت زيتونه، جيب زيت النباتي كيف كيف، تستعمل شطر كاس زيت كهو. عندي ماء دافي باش نخلطوا به العجينه نتاعنا. عندي لهنا ملح مغرفه نتاع قهوه، عندي لهنا مغرفه كبيره نتاع ماكله سكر، وعندي هنية لفاحات حتى الحبه السوداء والا حبه البركه بسبيس، وعندي حبه الحلاوه. عندي هنية كريم فريش وحده كامله، ياغورته كامله والا ياغورت ناتوريل. باش نحضروا تو مع بعضنا الوصفه، اول حاجه نعملوها صحيفه فارغه كيما هكا، نحطوا فيها مغرفه السكر، وعندي هنية مغرفه الخميره نتاع الخبز، نحطوهم مع السكر بالطريقه هذه، نحطوا عليهم ماء دافي ونغطيوها مليح مليح ونرجع لكم. لازمنا اهم حاجه نغطيوها ونخليوها تتضعف. بعد نمدوا توا العجينه نتاعنا ونحضروا عجينتنا بالعجينه. اليوم نغطي توا الخميره نتاعي ونرجع لكم. حضروا العجينه مع بعضنا. اول حاجه حطيتها هو السميد والفرينه، باش نحطوا عليهم الملح. انا الملح هو اول حاجه، نسيت ما قلت لكمش في اول الوصفه على الكركم، خاطر احنا خبز المبسس نتاعنا يبدا اصفر لونه. وعندي لهنا لفاحات البسباس حبه الحلاوه والسينوج، ونحط معاهم هاك شطر كاس زيت، ونخليهم توا هاك اللفاح يتبسبس مع بعضه قبل ما نحط. لهنا بعد ما عملت الزيت مع الفارينة والسميد وحطيت له لفاحات والكركم ولا لونه أصفر، طب باش نحطك الياغورت كريم فريش، نخلطها خاطرها باردة ممكن تهلك لي الخميرة، لازمنا نعملوها وحدها قبل كل شيء مع السميد والفارينة. لهنا كيما قاعدين نشاهدوا الخميرة نتاعنا تفاعلت، باش نصبها توا الكل وسط العجينة نتاعي بسم الله بالطريقه هذه، ونكمل زيد نصبوا الماء الدافي نتاعنا حضرناه بحذينا. نخلط العجينه ونرجع لهنا. العجينه نتاعي عملتها حكيت ربيع ساعه ولا اكثر في العجينه نتاعي، المهم ان نعجنوها مليح، واللي ما عندهاش عجينه تعجن العجينه نتاعها هكا كيما تراو. خبز المبسس نتاعنا التونسي يبدا لونه اصفر. توا باش نرجعها نفس الشقالة ونغطيها، انا حطيت قطيرة زيت ونمسحها هكايا بسم الله بالزيت اللي حطيته، ونغطيها توا مليح مليح، ونحطها على الاقل هكايا ربيع ساعة لين يتضاعف الحجم نتاعها، ونرجع لكم كيف تخمر العجينة نتاعي. لهنا كيما قاعدين نشاهدوا العجينة نتاعي تخمرت، باش نحلها توا نوريها لكم. ونبداو توا نخدموا اشكال خبز المبسس نتاعنا التونسي، نبداو نهزوها نخرجوا لهوى نتاعها بالطريقه هذه، نحطوا قطيره زيت ونبداو نشكلوا العجينه نتاعنا. نقصوا توا اشترها ساعه بالطريف بالطريف، نوريكم توا الاشكال اللي باش نعملوها. اليوم بعضنا لهنا شكلت كويرات ودهنت الطبيق نتاعي بالزبده. نعملوا الشكل الاول هو نعملوا كلك عبرات اكيد، وبعد نتحصلوا على شكل ورده
هذوك الكعيبره صغيره بكل حطوها في الوسط نخليوها تخمر بالشكل هذا، نخليوها نغطيوها. تو هذا الشكل لو نحضرت قداش من صحفه باش نعمل برشا خبيزات من هذا، ومن بعد نوريكم توا شكل اخر. لهنا حليت العجينه نتاعي بالطريقه هذه، ندورها بالطريقه هذه ونبدا نحل فيها هكا. لين تولي جويدة نقصها على ثمين وندورها هكايا ونزيد نطولها هكايا شوية، من بعد كيف كيف هذه نحطها توا في الطبق خليها تزيدها في التخمر مع وخيتها باش نوريكم شكل اخر. الشكل الاخر كيف كيف نفس الطريقه، المهم نعملوها هذيك الحله نتاع القلقال، نحلوها بالقلقال ونخدموها هكايا نطولوها بالطريقه هذه. نعملوا الحرايف هذا نقولوا احنا حرف الاس، نعمل كعيبات اخرين. هنا كيف كيف حضرنا نفس العجينه عملناها نفس الطريقه الاولانيه، نحطوها هكايا بالشكل هذا باش نعملوا ضفيره ونحط هذه هكايا، يلزمهم قد قد، طريقه سهله. خليها هكايا بالطول والا دورها انت وشنو تحب. نعملوا هالشكل هذايا ونحطوه في الطبق مع الاخرين، نكملوا نعملوا برشا اشكال. نجمو نعملوها كيما الاولانيه، نعملوها على اثنين كهو ندور شكل حلزوني ونحطهم في الطبق. لهنا كما قاعدين نشاهدوا حضرت الطبيق نتاعي. تو اهم حاجه لهنا اللي احنا نخليو العجينه نتاعنا تخمر وتتضاعف حجمها مره اخرى، وبعد نحطو لها الاصفر البيض ونرجع لكم. كما قاعدين نشاهدوا لهنا ضعف الحجم الخبز نتاعنا المبسس، ما نحطوهم في الفور الا ما يطلعوا كيما هكا ويخمروا بالكدا. توا حضرنا لهنا فص بيضة عليهم شوية حليب مش برشا، وندهن الخبيزات متاعي من الفوق بالطريقة هذه ومنخليهمش يهبطوا هكايا بالسياسة وكهو باش تجيكم الخبزة عالية ومزيانة. نطيبوه في رمضان في عصير الأيامات، أما ديما الخبز المبسس بصراحة في شهر سيدي رمضان هو يبدأ اللي على الطاولة الأكلة مزيانة محطوطة ومزينة على الطاولة. عنا الخبيزات نتاعي اللي تخمروا محليهم، نكمل توا نحضر العجينه نتاعي والخبز نتاعي بالفص البيض ونحطوه توا في الفور على 180 درجه. مانيش باش نحطو على نار قويه، نحب الخبز نتاعي ما يتحرقش ونحطوه في الوسط. انا لفيح نتاعو في وسط العجينة حتيلي منيش باش نرشهم من الفوق، يزي لونه أصفر ومزيان. كملنا توا نحطوهم في الفور ونرجع لكم كيف خبيزتنا يطيب. هاي توا كملت ونرجع لكم كي يطيبوا. حضرنا الخبز نتاعنا حطيناه على الطاولة وحضرنا معاه زيت الزيت والزيتون، خاطر الخبز نتاعنا ياسر بنين يتاكل مع الزيت على المحلاه.
خبز مبسس التونسي نتاعنا. ان شاء الله عجبتكم وصفتي لليوم، كان عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب، كان انت اول مره تزور قناتي ما تنسيش الاشتراك فيها. نقول لكم تواشيه طيبه للجميع، وميرسي على مشاهده الفيديو كامل. ميرسي.